السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله طلع الفيديو ده أتكلم عن منهج الصف الرابع اللي عامل قلق، والناس كلها عاملة هاشتاجات وعاملة بوستات وعاملة حاجات كتيرة جدا جدا على الفيس، والدنيا مقلوبة، وأي حد ليه واللي ملوش طلع يتكلم عن المنهج الصف الرابع. أنا مش طالع دافع، بس أنا بشيره ولا تنفره. أنا كل ما أكتب تعليق حد يقول أنت منافق، أنت بتطبل لمين يا جماعة؟ أنا بطبل لمين؟ عايز أعرف بطبل لمين؟ هاخد امتى؟ انا لا موظف في مدرسه ولا شغال في اي مدرسه ولا انتمي الى جاي جهه حكوميه ولا خاصه، انا شغال لوحدي كده مع نفسي، تمام؟ بطبل لمين؟ يعني انا مدرس هقول لك كمان المنهج وحش وهكرهك في المنهج، يبقى انا سبت ليك ايه؟ انت هتفهم ازاي؟ انت يعني انت هتفهم ازاي وانت هتحب المنهج ازاي؟ يا جماعه مثلا هنقول حد بيقول ازاي تدي طفل المنهج الكم ده علوم ودراسات وهو اول مره ياخد علوم ودراسات؟ مين قال لكم يا جماعه ان هو اول مره ياخد علوم ودراسات؟ احنا واخدين في اولى وفي ثانيه وفي ثالثه في منهج الكونكت الانجليزي وفي منهج الانجليش دروس ماس وساينس وسوشيال ستادز، دراسات وعلوم ورياضه جوه المنهج، بس الناس مش فاهمه. ما انت شغال مع حد مش فاهم، او حضرتك مش عايز تفهم، انت مش عايز تفهم من المنهج ممتاز بس طويل يا مستر. مثلا العلوم، تمام، انا مال انا بالحيوانات وبالسحليه وبالقرد وباليربوع وشجره الصمت؟ يا عمي كانك بتتفرج على ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي. امبارح بشرح لبنتي درس علوم اكتر من 6 دروس، هم 4 معلومات اللي فيهم. ابنك مش في ثانوية عامة عشان هيقول لك مثلا حيوان اليربوع بيعمل ايه؟ انت مش مطلوب منك توصف الحيوان اليربوع، له اذنان وله رجلان تساعدناه على القفز، بس وله ريش في قدمه يساعده على الامساك بالرمال ليتحكم في عند الجري. لا، هو بيقول لك حيوان، تمام، او اكتب المصطلح العلمي الدال، جزء من حيوان اليربوع يساعدناه على القفز الطويل. هتقول لي الارجل، تمام، لماذا يغطي او ما اهميه الشعر في حيوان اليربوع؟ هتقول لي الامساك بالرمال. فالموضوع مش هول الموضوع يا جماعه، والله ما ولا السنه اللي فاتت كنا بنقول منهج ثالثه وتقيل، والنهارده مش حد في حد من ثالثه بيشتكي؟ لا، كله بيقول رابعه، كله بيمشي على كله، كله بيجري على كله. لما انا كمان هقول لك المنهج صعب وطويل وتقيل، مين اللي هيدافع ومين اللي هيحبب الناس في المنهج؟ انا الحمد لله وصلت مع طلابي دلوقتي نص المنهج والحمد لله، سواء علوم. هقول لك تعمل ايه يا سيدي؟ خلي العلوم والدراسات كانك تتفرج على ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي، معلومات عامه. انت مش داخل ثانويه عامه هتجيب الصغيره والكبيره، انت كله هيعدي في ظل الشكاوى دي، كله هيعدي. ابنك مش في ثانويه عامه، زمان كان الطفل مش عارف يقرا ويكتب وبيعدي، انت ابنك هيعدي، وده مش الشغل الشاغل. انا عايز اسس ابني صح، هفوكس هركز على النحو في العربي، تمام، وهركز على دول المحور، وركز على اساليب التراكيب في العربي، وركز ازاي الطفل يعبر عن رايه، يعرف يكتب قصه او يكتب رايه او يكتب حقيقه او يكتب راي، او ده المهم. خش على الرياضيات، حل بالراحه واحده واحده، وخد وقتك، خد الدرس على مرتين، تمام. حد هيقول لي احنا واخدين الهيكو والهيكتو والكيلومتر والهيكتومتر، مال يا سيدي؟ احفظ الكيلومتر والمتر والسنتيمتر والمليمتر، حول من الكبير للصغير، اضرب في 1000، اضرب في 100، ما تحول من الكبير للصغير، اقسم على 1000، بلاش الهكتومتر، مش هيحتاجها قدام، تمام؟ ما تشغلش بالك، مش تهول الموضوع. ندخل على الدراسات، عندك اشكال سطح مصر، يعرف يعني ايه بحر، ويعني البحر المتوسط فيه ميه مالحه، ويعني ايه ميه عذبه، ويعرف يعني ايه انهار، ويعني ايه محيطات، ويعني ايه ميه عذبة، ويعني ايه بحيره ناصر، وبحيره البرولس، ويعني ايه بحيره ميه. ما تهولوش الموضوع، الدرس هيجي صح وغلط، اكمل اختياري. ما تشغلش بالك، خلي ابنك يدرس العلوم والدراسات كانها معلومات عامه. هركز على العربي زي ما قلت، القواعد والتراكيب والاساليب، وازاي يعرف يكتب فقره انشائيه، ده مهم جدا في المنهج الجديد. يتعبر عن رايه عن طريق املاء صحيح واستخدام علامات تركيب. اتنين، الرياضيات امشي واحده واحده وركز، محتاجه تركيز شويه. الانجليش يبقى القواعد ان في الانجليش كل الدروس السنه دي في سنه رابعه كلمات، وجايب الكتاب كلمات زياده عشان كل درس فيه قطعه، وليكن دمياط بيتكلم عن محافظة دمياط، الفلاحين بيصطادوا 1000 اوف فيش، بالاف الاسماك، بيزرعوا الارز رايس بوتيتوز توماتوز اند رايس، يربوا تشيكن كاوز جوتس، معلومات دي درس دراسات. ها، الفلاحين في دمياط بيزرعوا طماطم بطاطس ارز تشيز، تمام، دمياط تشيز از فيمس، تمام، از فيري فيمس، الجبنه الدمياطي
او لابن كده الجبنه الضمير ويعرف يتكلم ده بالانجلش واحده واحده ويترجم القطع، كل درس فيه قطعه طويله، يحفظ الكلمات الاول ويقرا القطعه، خليه يشرحها لي ترجم يا ماما زي ما انت حفظت، وحل التدريبات في قاعده عندك الباس سيمبل احفظه، عندك بط وعندك اند، اعرف بط بتيجي لايه واند بتيجي لايه، ومشي وامشي ومش تحسوا ان احنا نهايه الدنيا. تمام، فاضل ايه عندي تاني؟ فاضل دفتر علوم معلومات عامه، الرياضه اللي احفظ فيها الانجليش، نركز على الفونكس والقواعد الفونكس، ابني الكلمات الطويله يا مستر، ما تقولوش احفظ كلمه جافرن ريت، جافرن جي او ان في اي ار اي، لا قول له جاف جاف يبقى جي او في، جافر حط الاي ار ني، جافر نو نو ان او ريت يبقى ار لونج اي تي، اكيد في الاخر هو الدي تحفظ كده، ما تهولوش الموضوع، واحده واحده ذاكر مع ابنك، خليها معلومات عامه وصدقني كلها هيعدي. تمام، والسنه الجايه مش هنلاقي حد بيتنفس عن منهج سنه رابعه، هو ناس بتركب الترند وناس بتهاجم وخلاص، انا مش طالع دافع، انا طالع اقول لك تتعامل ازاي مع ابنك. تمام، اتعامل ازاي مع ابنك، خلي العربي والرياضه والانجليش في يوم لوحدهم، وخلي العلوم الدراسات كانك بتقول له قصه، واشرح ومثل في البيت. تمام، يعني مثلا عندنا الجهاز العصبي، الجهاز العصبي بيقول لي احنا عندنا اعصاب وعندنا حبل شوكي موجود في العمود الفقري وعندنا مخ. تمام، انا مسكت حاجه سخنه بايدي، تمام، الاعصاب اللي هنا بتدي اشاره للنخاع الشوكي او الحبل الشوكي بتقول له لو سمحت، قول للمخ انا مسكت حاجه سخنه، المخ بيفكر طب هو مسك حاجه سخنه يعمل ايه، بيرجع يدي اشاره للحبل الشوكي قول لي يسحب ايده بسرعه، ده كله في جزء من الثانيه. ذاكر مع ابنك المنهج بالطريقه دي، بالطريقه دي عشان يفهم. تمام، بعد كده بس ادي تركيب الجهاز العصبي، المخ بيتحكم، الحبل الشوكي موصل بين الاعصاب بين اعضاء الحس وبين المخ، وده كله بيحصل في جزء من الثانيه. تمام، شجره الصمت بتتكيف ازاي، بتطلع ريح للاشجار الثانيه عشان لما حد يهاجمها، والله معلومات في قيمه الروعه، قمه الروعه، بس احنا بنجري مع يعني شفت فيديو حد معلمه في قهوه، تمام، فاتحه الفيديو بتقول ايه منهج رابعه، انت ايه اللي عرفك منهج رابعه، انت شفتي منهج رابعه في ايه، هو انت بتهوله مع الناس وخلاص؟ يا جماعه اتقوا ربنا في اولادكم وفي اللي بتعملوه. انا لما انا كل شويه اعمل بوست المنهج ابني هيعمل ايه، انا ابني هيعمل ايه، اقول تعالى هناخد العلوم والدراسات قصص. تمام، العربي اغلبه قصص استماع عن مجد يعقوب عن التحرش، في درس مهم جدا جدا قصص استماع عن التحرش، قول له يا بابا 1 2 3 ما ينفعش، في حركات ينفع اسمح بيها وحركات ما ينفعش اسمح بيها، يعني حركه حضن من بابا من ماما من اخويا، تمام، اخويا يمسك ايدي بابا يحط ايده على رقبتي، لكن ما تقبلش ده من حد غريب، ده اسمه يعني تحرش يا بابا، يعني حد بيحاول يتعدى عليا في اماكن ما ينفعش حد غيري يشوفها ولا حد حتى لو في البيت، وفي اماكن وفي حاجات تتعمل مع بابا وماما واخواتي ما حدش تاني مره يعملها، ده درس من الدروس. تمام، انت ليه مستصعب المنهج؟ ليه بتهوله؟ الدرس الطيور المهاجره، جايب طيور المهاجره عشان يقول للطفل انت ان كل واحد بيحن الوطن، مهما تتغرب ومهما يحصل لك حاجه انت في الاخر وفي الاول وطنك، الطيور بتهاجر من اوروبا لشرق اسيا لمصر في فصل الشتاء، عندنا الشتاء عندنا هادي شويه غير عندهم ثلج، بتقعد الشهرين دول لما الثلج يروح من هناك بترجع موطنها تاني، ليه ما قعدتش هنا؟ عشان ده اسمه ما رايك؟ ايه الوجهة الاستفادة؟ فهمت ايه يا حبيبي؟ فهمت يا بابا ان كل واحد مهما يتغرب وما ملوش غير بلده، حتى لو ظلمة حتى لو جاي علينا، تمام؟ ملهاش علاقة بأي حاجة، تمام؟ احنا مش طالعين نطبل، احنا طالعين نبشر مش ننفر، تمام؟ دروس مهمة جدا جدا والله، أنا شايف دروس مهمة جدا جدا، حاطط من النهاردة لسه شارح درس دلوقتي للفاليو بليس فاليو والفاليو، الفاليو القيمة المكانية والبليس فاليو القيمة العادية، والبليس فاليو القيمة المكانية، الونس والتنس والهندرد والثاوزند والتين هندرد والتين ثاوزند الثاوزند والتين ثاوزند والهندرد ثاوزند، الأحاد والعشرات والمئات والألوف، الدرس ده كله موجود في الرياضة بيسهل عليك، تمام؟ الموضوع سهل جدا جدا والله، بس اهدوا شويه اهدوا شويه وحاول تذاكروا المنهج بالطريقه دي، خليك انت كولي امر استمتع بالمعلومات ومتع ابنك معك، معلومات كبيره جدا وكم هائل من المعلومات، ابني مش مستوعب، يا عم اشرح الدرس وامشي، اسمع كلام بقول لك عليه، امشي امسح اشرح الدرس وامشي، طب ابني مش مستوعب مش فاهم، والله فاهم والله فاهم، ابنك اسفنج عمال يمتص شويه علوم شويه دراسات شويه معلومات مش هيظهر دلوقتي عليه، انت حاسس ان هو مش فاهم ومش بيقول ومش مستوعب، والله مستوعب وفاهم، بس امشي شويه عدي هتلاقي بعد كده لما تيجي تذاكره تاني او جت معلومه هتلاقيه بيجاوب ان شاء الله.
ده بس انا مش رايح ادافع عن المنهج، انا طالع اتكلم عشان الناس اللي كل شويه اللي ليه واللي ملوش بيتكلم في منهج رابعه. اي حد عنده سؤال في اي وقت يبعت لي خاص هنا على الواتس على الجروب بتاعي تقسيم بدون تعقيد، او على الصفحه الرئيسيه بتاعتي. تمام، المنهج محتاج حد ذكي يتعامل معاه، مدرس ذكي يتعامل معاه، حابب الطفل في المنهج، مش عايز حد يكلكع الدنيا كلها. اشوفكم على خير ان شاء الله، واسف للاطاله.